لا يخفى عليكم الدور الكبير الذي يمارسه المعلم بصفته الركن الأساسي في العملية التعليمية وحاجته الماسة والمستمرة إلى تأمين كافة الوسائل المتاحة لتطوير إمكانياته المهنية وتحسين قدراته ورفع كفاءته في ظل التطور الواسع والمتسارع الذي تشهده العملية التعليمية، وفي ظل الحاجة الماسة لأن يواكب المعلم هذا التطور في كل الجوانب حتى يكون قادراً على أداء رسالته بالشكل المطلوب وبما هو مناط به من مسؤوليات وواجبات ومهام. ومن هذا المنطلق أيها الأخوة والأخوات، جاء اختيار جمعية المعلمين للتنمية المهنية للمعلم والتحديات المعاصرة شعاراً لمؤتمرها التربوي لهذا العام، لتضع على مائدة النقاش والحوار ما تواجه عملية التنمية المهنية من تحديات ومعوقات، وبهدف الوصول إلى تنمية وتعزيز إمكانات وقدرات المعلم مهنياً والعمل على مواكبة التطورات العلمية والثورة التكنولوجية.